وننتظر يعني بعد ثواني ريثما يلتحق الأصدقاء بهذا البث المباشر. السلام عليكم الحضور الكرام المتتبعين الكرام، الآن نحن على المباشر مع الدكتور طلال أبو غزالة في لقاء خاص حول التحولات الاقتصادية والسياسية في العالم بعد كورونا. فقط نريد أن نتأكد من الجمهور بأن الصوت والصورة واضحة. هل تسمعونني جيدا بالنسبة للمتابعين الكرام؟ كيف دخلت هل ومطيت؟ تسمعونني جيدا بالنسبة للحضور الكريم؟ إذا كانت الصورة واضحة والصوت واضح فنبدأ هذا اللقاء ونفتتح هذا اللقاء مع سعادة الدكتور طلال أبو غزالة. إذا الصوت واضح، شكرا، شكرا على تفاعلكم. إذن نبدأ على بركة الله. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. بداية باسم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وباسم أطرها الإدارية والتربوية وطلبتها وباحثيها، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم هرم من أهرامات الاقتصاد العالمي، مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، وهي مجموعة شركات عالمية تضم أزيد من 100 فرع في العالم، وتقدم الخدمات المهنية في مجالات المحاسبة والاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب والتعليم والملكية الفكرية والخدمات القانونية وتقنية المعلومات والتوظيف والترجمة والنشر والتوزيع، وبالإضافة إلى منحه لقب قائد المحاسبة العربية، اعترف أيضا بفضله في الترويج لأهمية الملكية الفكرية في المنطقة العربية. كما أنه منذ يناير 2020 يقدم برنامجا خاصا أسبوعيا اقتصاديا في قناة RT العربية بعنوان العالم إلى أين. ضيف حلقتنا اليوم والتي اخترنا لها عنوان التحولات الاقتصادية والسياسية في العالم ما بعد كورونا، رجل مميز بمسيرته الشاقة والطويلة المتولدة من رحم المعاناة والحابلة بالدروس والعبر، الحائز على مجموعة من الجوائز العالمية والأوسمة الفخرية والمناصب الكبيرة. إنه ملهم الشباب العربي، الدكتور والخبير الاقتصادي العالمي ورجل الأعمال العربي الأردني الفلسطيني الأصل، الدكتور طلال أبو غزالة. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور معنا في هذا اللقاء المميز، وألف سلام وتحية من المغرب، وشكرا جزيلا مرة أخرى على قبول الدعوة لتكون معنا في هذا اللقاء المباشر، سائلين الله تعالى أن نستفيد من أفكارك وآرائك وتجاربك المتنوعة والفريدة وتجيب المتتبع الكريم على تساؤلاته.
هذا اللقاء يجمعنا بكم دكتور والمتتبعين يعني من كل مختلف أنحاء المغرب من دكاترة وأساتذة وباحثين ومهتمين وكذلك مهتمين من الأردن ودول أخرى. فمرحبا بك دكتور معنا اليوم، وشكرا جزيلا مرة أخرى على قبول الدعوة. شكرا لك على استضافتي، وشكرا لك على هذا التقديم السخي الذي لا أستحقه، وأشكرك أن تتيح لي تحكم الفرصة جزيلا. أن أخاطب أهلي في المغرب، هذا البلد الحبيب على كل إنسان عربي، والذي أعتز بعلاقات به منذ حوالي نصف قرن، وتشرفت بصورة دائمة بزيارته والعمل فيه، ولنا مكتب يعمل فيه في الدار البيضاء منذ 40 سنة، وهو من مكاتبنا الهامة بصفتنا الشركة الكبرى في العالم في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وهذا المكتب مختص بتقديم هذه الخدمات وخدماتنا الأخرى. فأنا سعيد ومتشرف أن أخاطب خصوصا أبنائي الطلبة والشباب، الشباب الذين يشكلون 20% من المجتمع حاليا، ولكنهم 100% من المجتمع مستقبلا. هؤلاء 20% من الشباب الذين دائما هم اهتمامي الأساسي هم المستقبل كله، هم سيصبحون العالم، وهم بالتالي يستحقون منا كل اهتمام ومني كل محبة. الحديث عن الموضوع إذا ندخل فيه هو حديث فيه عدة جوانب، وخصوصا أنني منذ عام 2017 أعلنت أن هذا العام 2020 سيكون عاما حاسما في تاريخ البشرية من عدة جوانب. توقعت منذ تلك السنة أن هذا العام سيكون عام الأزمات، وسيواجه البشرية فيه أزمات عديدة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وهذا كما هو واضح بدأ يتجلى ويتضح أننا أمام تحول تاريخي. بنهاية هذه السنة لن يكون في العالم كله دولة واحدة تحقق نسبة نمو في الناتج القومي، هذا موضوع كبير الدلالة بسبب الوضع الاقتصادي الذي زادته سوءا وباء الكورونا، إنما الأزمة الاقتصادية كانت تتفاقم قبل وبدون كورونا، ثم جاءت الكورونا، ونحن الآن وخصوصا العالم الغربي يريد أن يوهمنا بأن الكورونا هي السبب في كل أزماتنا الاقتصادية، هذا غير صحيح. البشرية مرت بعشرات الأوبئة ونحن لا نذكر أي شيء منها، ولكن على سبيل المثال الطاعون الذي ضرب أوروبا، الطاعون الكبير قضى على 50% من سكان القارة الأولى، القارة لذلك يسموها العجوز، ليس لأنها هرمت ولكنها لأنها أقدم القارات في الحضارة. فبالتالي هذه الظاهرة ليست بشيء غريب، جاء قبلها أزمات وأوبئة كثيرة، والتركيز عليها هو نتيجة تقنية المعلومات والاتصالات التي أتاحت فرصة لمتابعة الأخبار يوميا بل كل ساعة على مستوى العالم، والتحليلات وتركيز البرامج التي لم تكن متوفرة، يعني كانت الرسالة اللي تصل من بلد إلى بلد تأخذ شهر لأنه تشحن في رسالة مكتوبة توضع في الصندوق، والصندوق توضع في الباخرة، والباخرة تصل بعد شهرين. فالوقت الحاضر بسبب الوسائل الإعلامية الإلكترونية بكافة أشكالها ووسائطها أصبح الموضوع وكأنه هو الحدث الوحيد أو المهم كوباء في التاريخ، هو مش كذلك ونحن نضخمه. وعلى كل حال هذا الوباء سيبقى معنا
أنا أجتهد أنه سيبقى معنا ونتعايش معه إلى مدة طويلة. هذه المدة يعتمد تحديدها على أولا اختراع فاكسين أي مضاد يمنع الوباء أن يحصل المرض للإنسان، وأن يطعم كل إنسان على الكرة الأرضية. إذا لم يطعم دولة في أفريقيا أو في آسيا أو في جنوب أمريكا كل مواطنيها، وبقي مجموعة ستعود وتنقل هذا الوباء وتنشره، لأنه يكفي أن يكون شخص واحد لينشر هذا الوباء مرة أخرى على مستوى العالم. لذلك يجب أن نكون واضحين بأن هذه البشرية التي أصبحت وبكل أسف متشرذمة، لا نظام عالمي يجمعها ولا قيادة عالمية تجمعها، لم يعد فيها التفكير في الإنسان ككل، والمعايير للبشر كمجموعة أصبحت كل دولة بل كل فئة في الدولة تقول أنا أولاً، جماعتي أولاً، أنا مسؤول أن أحمي نفسي، أحمي عائلتي، أحمي جماعتي، أحمي دولتي. والشعار الذي تطلقه الآن الدول كلها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا فيرست، أمريكا هي الأهم. وما حصل في أوروبا من أن كل دولة وهي دول اتحاد أوروبي أغلقت حدودها على نفسها لكي تحمي نفسها من جيرانها، ولم تعد تفكر بأن ما يحصل عند جيرانها هو شأن يخصها أيضا، وأننا يجب أن نعيش كدولة كمجتمع دولي وليس كأفراد أو مجتمعات أو فئات أو عصابات أو منظمات أو أحزاب أو أشخاص. هذا أثبت أن هذا العالم يجب أن يصحى ويدرك، وهذا من حسنات الكورونا أنها علمتنا أنه ليس هنالك جهة تستطيع أن تأمر العالم حاليا، لأنه ما دام في مجلس الأمن وفي الفيتو جاهز من عدة دول، أي قرار سيلغيه أي دولة لا يناسبها. ومن العجيب أن لم يجتمع مجلس الأمن حتى الآن ولا اجتماع حول موضوع الكورونا لهذا السبب، لأن كل دولة تفكر بنفسي أنا أولا. ورغم أن هذا من الأسباب التي تؤثر على الأمن والسلم العالمي لم يجتمع، مع أن تونس تقدمت بطلب لمجلس الأمن بعقد جلسة ولم ينظر في هذا الطلب. فإذا نحن في عالم أصبح بدون نظام بدون قيادة، وهنالك فيه صراع كبير حسب موضوع هذه الندوة، اقتصادي وسياسي واجتماعي. هذا النظام الكبير، العالم الكبير، فيه أصبح الآن عملاق يحكم بقوته ونفوذه أمريكا، والتي أصبحت تصدر العقوبات وكأنها قانون دولي، أي منفردة بإرادتها وليس بحكم أي تفويض لها من الأمم المتحدة أو من أي مؤسسة أخرى، وسمتها عقوبات. فهنالك دولة تنفرد بأنها هي تفرض العقوبات على الجميع، وهي التي تقرر من الإنسان الصالح والإنسان الفاسد، والدولة الإرهابية والدولة المسالمة إلى آخره. هذا الدور الذي استولت عليه بوضع اليد الإدارة الأمريكية وأصبحت قائد العالم حكماً، أصبح موضع تحدي واستفزاز من دول كثيرة، خصوصاً وأن هذه العقوبات بدأت بأن تفرض على الدول والمناطق الصغيرة الضعيفة. ولكن عندما أصبحنا كأمريكا نفرض عقوبات على روسيا وهي دولة عظمى، نفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي، نفرض عقوبات الآن على الصين، والصين تشكل التحدي الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في الهيمنة على العالم، بل إن أمريكا تعلن رسميا
من خلال المسؤولين الرسميين، سواء رئيس الجمهورية الرئيس الأمريكي أو وزرائه أو المسؤولين في المجلس في الكونغرس، بأن الصين أصبحت تشكل تهديدا لأمننا ومستقبلنا. هذا كلام حرفيا دقيق وخطير، تهدد أمننا، يعني أصبحت تشكل خطر علينا وتهدد مستقبلنا لأنها تنافسنا على قيادة العالم. وقد أصدرت مراكز الأبحاث الأمريكية والدراسات الأمريكية الكثير من الدراسات التي تقول أن الصين ستصبح هي الدولة الأكبر والأهم اقتصادياً وبالتالي سياسياً وعسكرياً واجتماعياً. الدولة الأكبر اقتصادياً هي الدولة الأكبر، نقطة، ليست القوة العسكرية ولا القوة البشرية. لم تكن الصين دولة عظمى مع أنها الأكبر سكاناً، عندما تصبح الدولة العظمى الآن لأنها الاقتصاد الأكبر والأهم في العالم. وآخر إحصائية تقول بأن الصين ستصبح في عام 24، هذا دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي، أن الصين في عام 2024 ستكون الدولة الأعظم في العالم، ويليها أمريكا وتليها روسيا وتليها الدول الأخرى. هذا الهند طبعا رقم 4. هذه الدول الرئيسية في العالم أصبحت تشكل تغييرا في خريطة العالم الجيو اقتصادية والجيو سياسية. نحن نعلم مثلا أن أكبر دولة في العالم مساحة روسيا الاتحاد السوفيتي، وأكبر مساحة تزيد عن 10 مليار متر مكعب، بينما الصين وأمريكا أقل من 7 مليار. بنفس الوقت الدولة الأكبر في الدنيا عدد سكانها هي الصين، ولكن في عام 2025 متوقع أن الهند ستصبح الدولة الأكبر في العالم سكانا. هذه متغيرات أساسية في العالم. العالم يبحث الآن عن صيغة جديدة لقيادة المجتمع الدولي التي ألغيت بقرارات فردية، ونظام عالمي جديد، قيادة جديدة للعالم ونظام عالم جديد. وأنا أتوقع أن هذا سيتم قريبا جدا، لأنه سيحصل احتكاك عسكري بين الصين وأمريكا في هذا العام، ومن خلاله لو سمحتم يعني هناك مجموعة من الأسئلة التي سنحاول بالنسبة للمتتبعين أن تجيبهم عنها. لذلك يعني سنضع سؤال ثم سؤال بسؤال إن شئتم. يعني هناك يعني بصراحة الموضوع شيق وكبير جدا، ونريد أن نسمع منكم الكثير، لكن سنحاول أن نوجه بالنسبة للمتتبعين الكرام بتساؤلات يعني مباشرة. بما أن دكتور يعني الآن موضوعنا حول التحولات السياسية والاقتصادية في العالم بعد كورونا، وكما نعلم يعني بأن العالم حاليا الآن يعاني من هذه الأزمة منذ بداية سنة 2020، فقد أخذت أرواح الآلاف بل الملايين من البشر، وما زلنا لم نتغلب على هذا الوباء. فهل فعلا هذه الأزمة لها تأثيرات سلبية الآن أو وإيجابية إن وجدت على اقتصاد الدول، نقول حاليا في هذه اللحظة؟ فهل هذا وارد الآن، أم أن هذا التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي قد يقع إن بقينا على هذا الحال؟ إذا فهمت السؤال، أقول أن هذه الآفة ستنتهي،
سنة سنتين، بعدها سنلملم العالم نفسه، وسنحتاج إلى فترة لإعادة نسميه الإعمار أو للإحياء أو ما سماه الاتحاد الأوروبي أمس بالذات تحديدا خصص 3 تريليون للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وعلى عدة سنوات. صندوق النقد والبنك الدولي يقول أن خروج الدول من هذه الأزمة سيعتمد على تصرفها السريع أو البطيء، وعلى ما تتخذه من إجراءات لإعادة بناء اقتصادها. مثل ما قلت أنه بنهاية هذا العام حتى الصين سيكون ناتجها النمو في ناتجها القومي سلبي، وكذلك أمريكا طبعا، وربما أعلى نسبة سلبية في النمو هي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن فيها أعلى نسبة من الأوبئة من آثار هذا الوباء ومن المصابين والمتوفين نتيجته على مستوى العالم. نعم، هنالك أزمة اقتصادية بيئية ستؤثر على كل أبناء الوطن، المؤسسات الكبيرة الصغيرة، البطالة، الإفلاس، كل هذا متوقع، وبعد ولن ينتهي. أنا كنت بحاول أنهي كلامي بأن أقول أن هذا الوضع لن ينتهي إلا إذا جلس العملاقان واتفقا على نظام جديد لقيادة العالم. يعني دكتور، أنت ترجح إذا لم يجلس هذان نعم، العملاقان فإنها قد أرجح تكون أنه يعني إذا حرب لم يجلس، كارثية. نعم، إذا لم يجلسوا ستزداد الأزمة تفاقما، وسيحصل هنالك عقوبات مضادة، وأعلنت الصين ذلك، وأعلنت وأمريكا سترد على هذه العقوبات، غير العقوبات التجارية. الآن الحديث عن عقوبات غير العقوبات التجارية، عقوبات عسكرية، استراتيجية، أمنية إلى آخره. وسندخل في صراع سيجري فيه اصطفاف بعض الدول إلى هذا المحور أو هذا المحور، أو يكون هناك محتارين أو متفرجين على ما يحصل. هذا القلق وهذا الصراع سيؤثر على كل دولة في العالم، ولن نخرج من الأزمة التي نحن فيها، أكرر، نعم، إلا بعد أن يجلس العملاق. إذا دكتور، بالنسبة للتغلب على هذا الفيروس نحتاج إلى تلقيح مضاد. في إلى توقعاتكم إلى التلقيح اللقاح، اللقاح، نعم، اللقاح من الفاكسين المضاد فاكسين، نعم، الذي يمنع مضاد. الإصابة، ويجب أن يلقح به كل إنسان في الدنيا. إذا ظل دولة نعم، فقيرة، إذا ظل دولة فقيرة لم يلقح بها، سينتقل منها إلى دولة أخرى وينتشر من جديد. نعم. إذن في نظركم من سيستطيع عن ابتكار واختراع هذا اللقاح؟ الآن هل أصبح أمريكا أم مشروع الصين أم الاختراع، الدول الأخرى؟ مشروع الاختراع أصلا أصبح موضع تنافس كبير. على نعم، الأقل حسب معلوماتي، على الأقل هنالك 30 دولة تشتغل على إنتاج هذا اللقاح، طبعا في مقدمتها الصين وأمريكا وغيرها، ولكن هذا المشروع هو مشروع تجاري. وحتى نعرف جميعا أنه عند في كان مركز أبحاث في ألمانيا يعمل على اختراع، وطلبت أمريكا منه أن يكون حق استعمال هذا اللقاح حصريا لأمريكا، وقامت الضجة على هذا الموضوع. هذا الموضوع أصبح تجارة، كما أصبحت تجارة الكمامات وصنع الأجهزة التنفسية وصنع الأدوات الطبية والأدوية لمعالجة المرض. هنالك سوق جديد من النشاطات التجارية والصناعية، الذي نتج كما احنا نعرف دائما
الدنيا كل التاريخ فيها أغنياء حرب. فهذا هذه الحرب الأوبئة نتج عنها مستفيدون، واختراع اللقاح هو أحد التنافسات. عندما تصطنع دولة تخترع هذا اللقاح، ستعرض أن تبيعه كما عم تعرض تبيع الكمامات وتبيع الأجهزة التنفس وغيرها، ويكون مصدر دخل إلها. إذن شكرا دكتور. ننتقل الآن إلى موضوع تأثير كورونا على العالم العربي. دكتور، أشرتم في لقاء خاص على أن سنة 2020 سيبدأ عصر النهضة العربية، فقد عشنا عصر أو الانحطاط العربي بدل ما نسميه بالربيع العربي على حد قولكم. فهل نحن الآن في بداية هذا العصر، أم ما زلنا بعيدين عن هذه المرحلة، وكيف ذلك؟ أي بس لاستكمال الخبر، لأنه ناقص، قلت أنه بعد أن يحصل الصراع بين العملاقين ويجلسا ليتفقا، أنا هذا حرفيا كلام، لأن كل الحروب والصراعات تنتهي باجتماع، ما في حرب تنتهي إلا باتفاق، ويوقع اتفاق، بعدها قلت سينشأ مشروع يشبه مشروع مارشال بلان لإعادة إعمار العالم، مش المنطقة العربية، وإنما بما أن المنطقة العربية هي الأكثر تضررا، أكثر منطقة في الدنيا متضررة ومدمرة في العالم هي منطقتنا، وبالتالي هي المنطقة الأهم للاستثمار في إعادة الإعمار وإعادة الازدهار، وبالتالي سنستفيد من هذه الفترة عندما تبدأ فترة إعادة الإعمار. هنا في هذه المنطقة عندنا أكبر دمار في الدنيا، ثانيا عندنا موارد للاستثمار في إصلاح هذا الدمار، وهي فرص تجارية استثمارية دائما، ونتعلم ذلك مما حصل في ألمانيا. ألمانيا أكثر دولة دمرت في الحرب العالمية، وأكثر دولة ازدهرت بنتيجة أعمال الإعمار، وأصبحت اقتصاد عالمي كبير. فنعم، أنا أتوقع هذا العام أن يحصل هذا الصراع، وأن يحصل الاحتكاك، وأن يحصل الاجتماع، وأن يحصل توقيع اتفاق يتفق عليه العملاقان على التشارك في قيادة العالم، وبعد ذلك يجلسان لكيف نصلح ما أفسدناه. كما أمريكا عندما دمرت ألمانيا، جاء وزير خارجيتها جورج مارشال وقال مارشال بلان لإعادة إعمار ألمانيا وأوروبا عموما، وكان المستفيد من إعادة الإعمار أمريكا نفسها التي صاحبة المشروع، لأنها استعملت شركاتها ومنتجاتها ونظرياتها وتعليمها وكل شيء في هذه العملية. فعملية الإعمار مفيدة للطرفين، المدمر والمراد إعماره، والدول التي ستقدم المطلوب لإعادة الإعمار. نعم دكتور، العديد من المتابعين رجح تفكك عدة اتحادات بعد كورونا، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي. فما رأيكم دكتور في هذه النقطة؟ هل تتوقع ظهور تكتلات جديدة بعد كورونا؟ إذا تابعت آخر اجتماع اللي هو أمس للاتحاد الأوروبي، تسمع أن كان فيه لهجة واستفزازات وخصومات بين الدول أكثر من أي اجتماع سابق. يعني كان دائما الحديث إيجابي وودي وحديث، إنما لم يكن فيه استفزاز وتحدي من قبل رؤساء الدول المشاركين. أيضا إذا سمعت مقابلة ترامب عندما استقبل رئيس بولندا، كيف هاجم الاتحاد الأوروبي وهاجم دول، وبالذات هاجم ألمانيا، وأثنى ثناء كبيرا على بولندا أن هي الدولة العظيمة والدولة الشريكة لأمريكا. الاتحاد الأوروبي بعد ظاهرة الكورونا، بل قبلها
دول الاتحاد الأوروبي حق أن تفكر. هذا الاتحاد جاء ليجعلنا مجتمع واحد متكامل متكافئ. هل قبل الكورونا، قبل كورونا، هل حققنا المساواة في الحياة والمجتمع والمستوى الاقتصادي والرفاهية التي في ألمانيا أو في فرنسا أو في بريطانيا سابقا، مع ما هو موجود في اليونان وفي إسبانيا وفي إيطاليا وفي الدول التي تعاني اقتصاديا وبالتالي اجتماعيا؟ هنالك فروقات كبيرة. هذه الفروقات كانت هدف الاتحاد أن يغلق هذه الفجوة وتصبح كل الدول مزدهرة، وليس أن يزداد الفرق في المستوى بين بعضها البعض. أنا أجتهد بأن أقول أنهم في خلال فترة قصيرة هنالك تغير كبير في الاتحاد الأوروبي، سيعيد النظر في نفسه، خصوصا على ضوء ما سيحصل في لقاء العملاقين، وخصوصا أن الاتحاد، دول الاتحاد الأوروبي ترى أن لها مصلحة أكبر وتعلن ذلك رسميا في دول أخرى غير أمريكية، وبينما هنالك دول متمسكة بالعلاقة مع أمريكا. سيصبح في محور روسي ومحور صيني يشد بعض الدول لعلاقات ثنائية بينها أكبر وأهم من علاقات الاتحاد الأوروبي. هذا الموضوع موضوع حتمي بطبيعة متطلبات مستقبل الدول. الدول ستفكر مستقبلها، أنا شو مستفيد من وجودي في الاتحاد إذا قالت لي الصين أنا مستعد أبني لك اقتصادك كله، تفضل، أو جاءت روسيا وهي الأقرب الجار التاريخي والحل. وهذا مشكل أيضا، هنالك حديث بالكواليس أن بعض الدول تفضل أن تصبح روسيا أو الاتحاد الأوروبي عضوا في الاتحاد الأوروبي ليستفيدوا من واحد الموارد، وأغلى دولة بالدنيا بالموارد الطبيعية هي روسيا، ويستفيدوا من التقنيات العسكرية والقوة العسكرية ومن التبادل الاقتصادي والتجاري. يعني عندي جار غني قوي ممكن أن يفيدني، وعندي خصم مع الأسف يفرض علي العقوبات ويعتبرني خصما، اللي هي العقوبات الأمريكية التي تفرض على دول أوروبا وعلى الاتحاد الأوروبي عموما. هنالك تغير على مستوى خارطة العالم، ليس من ناحية الحدود، إنما من ناحية الارتباطات والتحالفات بينها. نعم دكتور، هذه الارتباطات والتحالفات، يعني ما محل الدول العربية والإسلامية في هذا الاتجاه؟ هل ستبقى تبعية بالنسبة للدول الأجنبية الغربية، أم سيكون هناك استقلال في القرارات السياسية والاقتصادية وغيرها؟ أنا غدا إن شاء الله على الساعة 11، نعم، على الساعة 12 بحق الظهر البشر. في عمان، سأتحدث في لقاء مفتوح مع جامعة الدول العربية، شرفتني بأن أكون محاور مثل لقائنا اليوم، وأن أتكلم عن حلول الأزمة، ما هي الحلول الممكنة بعد هذه الأزمة الاقتصادية الوبائية ومستقبل المنطقة العربية. بالنسبة لموضوع، أنا قومي عربي، أنا بالنسبة لي المغرب يعني لي ما يعني لك، ومصر والسعودية وفلسطين وكل دولة عربية تعني لي ما تعني لمواطني. أنا قومي عربي بكل الجنسيات وكل العلاقات والصداقات مع كل دولة عربية، كل دولة عربية هي وطن. نحن في هذه الأمة مع الأسف الشديد، وأنا لا ألوم قادتها ولا ألوم حكامها، إنما بسبب وجود شيء عضو مصطنع اللي هو الاحتلال الإسرائيلي،
حصل هذا التفرق والتشرذم والخلاف بيننا. ليس هنالك، لا أرى أبدا أي مبرر للخلاف بيننا وما نعيشه اليوم من خلافات إلا ما زرعه هذا العدو وما قام به من خلاله. هذا أيضا سيتغير. أنا تفاؤلي أننا عندما يتغير صيغة نظام حكم العالم وقيادة العالم، هذا الجزء، هذا كما نسميه بعض الأشخاص، هذا السرطان الذي وضع في جسمنا لن يكون له ذلك الدور ولا الأهمية التي هو له الآن. وهو بطبيعته، بما أنه مصطنع، يعاني من مشاكل وأمراض أكثر من أي دولة عربية، سواء اقتصاديا سواء اجتماعيا، وهذه بدأت تظهر لمن يتابع الوضع في الوطن المحتل فلسطين. هذا الاحتلال هو مشكلة خلق هذا. إذا في انقسام، وإن كنا بعضنا يصور بأنه على نفوذ دولة هذه أو دولة تلك، وكل عمره بالتاريخ في نفوذ الدول على المنطقة وصراع على المنطقة، إنما إذا أردنا أن نتكلم عن المنطقة العربية، أيضا أنا أقول أنني متفائل بأن أثر وقوة وتأثير هذا الذي غرس فينا مصطنعا اللي اسمه الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى زوال الخلافات العربية، وخصوصا أننا في هذه الأمة الاتحاد الأوروبي فيه أكثر من 10 لغات مختلفة، فيه خلافات دينية بين الطوائف أكثر بكثير مما موجود بيننا، فيه قتلى بعش أكثر. روسيا لوحدها خسرت في الحرب العالمية 20 مليون إنسان قتلوا في المعارك، بينها دم لا حدود له في هذه الدول، ومع ذلك استطاع الاتحاد الأوروبي أن يقول الآن حان الأوان أن ننشئ بيننا مستقبلا وأن ننسى الماضي. هذا الآن لا يمكننا أن نعمله بسبب الهيمنة الموجودة حاليا. عندما تنتهي هذه الهيمنة سيصبح من مقدور جامعة الدول العربية التي هي بيت العرب ورمز عروبتنا والغطاء المعنوي الذي نفتخر به ويجمعنا، يقول تعالوا الآن إحنا في مرحلة جديدة، خلينا نشوف كيف نستطيع أن نعود ونبني قوتنا ومكانتنا. هذه الأمة فيها مظاهر خير كبيرة، شعوبها وشبابها يتطلعون إلى المستقبل، وهذا بفضل ثورة المعرفة. الآن الشباب يعرفون الحقيقة ولم يعد بالإمكان تضليلهم، لأن وسائل الإعلام متاحة بكل الوسائط لكل إنسان في الدنيا، فبالتالي هذا الشباب هو الذي سيصنع مستقبل هذه الأمة ويعيدها قوة أقوى من الاتحاد الأوروبي وأقوى من اتحاد الناتو وأقوى من الاتحاد الأفريقي وأقوى من كل الاتحادات. وأنا أؤكد لك أننا هذه الأمة التي استطاعت أن تقود حضارة العالم، وهذا ما لا يتكلم فيه الإعلام، قدنا نحن حضارة، كنا الحضارة التي قادت العالم بالمعرفة بالعلم بالثقافة بالعلوم بالاختراعات على ما يعادل 5 قرون. كل أسس العلوم والآداب والإبداعات في الدنيا، في كل حقول العلم أساسها في هذه المنطقة. أقدم مدينة في العالم في هذه المنطقة، أقدم جامعة في العالم في هذه المنطقة، أقدم سجلات دفتر محاسبة هو في بين الرافدين في العراق. يعني علم المحاسبة الذي تقوده المنظمات والدول الغربية اخترعه العرب في هذه المنطقة. فإحنا هذا مستقبلنا، عندما تنتهي الهيمنة والسيطرة والإجراءات التفريقية بيننا المفروضة علينا من الخارج، مفروضة ومخططة، يعني مش إحنا اللي اخترعنا الإرهاب، لا المسلمين ولا العرب،
الإرهاب صنع غربيا ومول غربيا واستخدم غربيا. إذن هناك دكتور طلال أبو غزالة تفاؤل بالنسبة للمنطقة العربية ما بعد كورونا وما بعد أزمة كورونا، هل ترى بأن قد تعرف المنطقة العربية اتحاد قوي عربي إسلامي بعد هذه الأزمة؟ أنا أرى أننا يجب أن نتذكر، وهذا سيكون موضوع حديثي في على الار تي، إذاعة الار تي العربية يوم الأحد القادم، التعليم، الهيمنة والسلطة والقوة والنفوذ والتجارة يأتي من التعليم. الصين بدأت بهذا التخطيط لإدخال لغتها وتعليمها على العالم، ونحن نفخر بأننا ندرس وندرب على الثقافة واللغة الصينية منذ أكثر من قرن عقدين. أمريكا من خلال وبريطانيا من خلال احتلالها للمنطقة استعملت اللغة لتعلمنا بالمعايير والمبادئ والمواد والنظام التعليمي البريطاني، وفرنسا كذلك وأمريكا كذلك. احنا نقول الآن أن في هذا العصر اللي هو عصر المعرفة، التغيير في التعليم الذي سيفرض نفسه على العالم كله والذي سأتحدث عنه كما قلت الأحد القادم، هذا التعليم سيتغير جذريا وينتقل من التعليم إلى التعلم إلى الابتكار، من التعليم اللي أنا بسميه الكتاب. إحنا التعليم الكتاب وتعليمنا الحالي ما في فرق بينهم، إلا أن أصبح الطلبة يجلسون على كراسي وطاولات والأستاذ لابس جرافات، إنما هي مواد تدرس، أستاذ يلقنها، طالب يحفظها ويمتحن عليها ويأخذ شهادة في الحفظ. أنا عندما أخذت شهادتي من الجامعة، شهادتي وأنا أتكلم إلى جامعة، الجامعات تخرج حافظين للمعلومات، بينما يقول لك مثلا كبار العلماء في هذا العالم، من أينشتاين، من حتى حديثا من إيلون ماسك إلى بيل جيتس إلى آخره، بك أنا مش محتاج أن أحفظ، لأن المعلومة جاهزة بكبسة إصبع في محيط المعرفة الإنترنت. لماذا تريدني أن أحفظ طول أكبر نهر في العالم وأعلى جبل في العالم ومن ألف الكتب الفلانية في العالم، بينما أنا حتى لا أحفظه مش ما في لزوم أن أحفظه وأملأ قدرة، لأنه العقل الإنسان عنده القدرة للاحتفاء للمعلومات موجود، أبحث أي معلومة بعطيك الجواب من خلال الجهاز. فاللي حيحصل الآن أن هذا التوجه سيفرض، وأنا متأمل وواثق، وأنا بكرة سأعرض اقتراح على في لقائي مع الجامعة مع أساتذتي وقادة الجامعة العربية، سأقترح أننا نستطيع من خلال التعلم الرقمي ومن خلال ثورة المعرفة، والتي قال عنها رئيس جامعة هارفارد بأنها تسونامي سيقضي على الجامعات والمدارس وسيفرض التعلم من خلال الجهاز ومن خلال محيط المعرفة، من خلال هذا المحيط. وإحنا نشتغل مثلا منذ أكثر من 20 سنة نحضر إلى إنسايكلوبيديا عربية. الإنسايكلوبيديا العربية الحالية إذا دخلتها اللي هي الويكيبيديا تجد أن محتواها للغة العربية يمكن رقم 15 أو 17 بين لغات العالم. نحن طورنا ماكينة، يعني إنجن معلومات، حصرنا فيها كل ما هو من موجود من معلومات في محيط الإنترنت ونظمناها بطريقة
تكون مرجع مدقق فقط فيه المعلومات المفيدة، وصلنا حتى الآن إلى ضعف ما هو موجود على الإنترنت على الحالي، المحتوى الحالي للغة العربية اللي بنسميه الكونتنت. أصبح عندنا في تاجيبيديا اللي هي الموسوعة الإلكترونية التي ننتجها ولم نطلقها بعد، أنا أريد أن أطلقها عندما يصبح المحتوى 20 مليون أرتيكل مقارنة إلى 600 ألف حالية عند الويكيبيديا، ونصفها غير مفيد لأنها محيط حر، ونصفها معلومات خطأ عن الدول العربية وتاريخنا واسمنا وقرائتنا. عندها ستصبح اللغة العربية اللغة رقم 4 على الإنترنت بين دول العالم. هذه مشاريع كلها تصب، احنا الآن أيضا بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ولجنة ما سمي محي الأم، مشروع محو الأمية في جامعة الدول العربية، ونحن ممثلين عليه، نحن فقط من القطاع غير رسمي غير حكومي. نحن أنتجنا كتب تدريس اللغة العربية بلغة واحدة والمحتوى واحد، ليس لكل دولة محتواها تضيف عليه، وبدون محتوى ديني وبدون محتوى سياسي وبدون محتوى وطني لأي دولة، إنما محتوى عربي فقط وبلغتنا العربية لنتكلم جميعاً نفس اللغة التي نتكلمها الآن، وهي لغتنا العربية الأصيلة المعتمدة والمستخرجة من القرآن الكريم. هذا من كل الإجراءات اللي عم تجري الآن تحضيراً ليصبح هذا المجتمع العربي يتكلم لغة واحدة، له تاريخ واحد ومرجع واحد موجود على الإنترنت يرجع له الطالب والباحث وإلى آخره، ويكون صحيح ومدقق ومعتمد، وليس شتائم ولا سب ولا معلومات مجتزأة أو مصطنعة. كل ما يجب أن نصنعه هو أن نعمل بروح وقناعة بأننا خير أمة أخرجت للناس، وأنه كما يقيل إن لله أقواما إذا أرادوا أراد، أي عندما تريد أن يريد الله شيء اعمله وهو يدعمك ليتحقق. إن لله أقواما، هذا مبدأنا، إن لله أقواما إذا أرادوا هؤلاء الأقوام أراد الله. فبهذا الموضوع أقول نحن نعمل لتصبح هذه الأمة العربية مرة أخرى قادة الحضارة في العالم، وهذا مش حلم ولا شيء غريب، نحن أمة فيها كل المؤهلات والتاريخ. كان دائما ديغول يقول ما يقرر المستقبل التاريخ والجغرافيا، بالتاريخ نحن كلنا قادة العالم، بالجغرافيا نحن في أهم منطقة في العالم. نعم دكتور، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة والتفاؤل، خصوصا في رد الاعتبار للغة العربية، وهذا مشروع عملاق إن شاء الله سيساهم في رد الاعتبار للغتنا العربية. في هذا المنوال دكتور، كيف ترون مستقبل العلم في العالم العربي؟ هل سيكون هناك تطور؟ وخصوصا الشباب، يعني الآن يعني العالم العربي يعاني من يعني الأمية، ونرى الآن بأن الأمية ارتفع مستواها، فليس الأمي من لا يعرف الكتابة والقراءة فقط، أصبحنا في عالم التكنولوجيا وغيرها. هل فعلا العالم العربي يواكب هذا العصر، عصر التكنولوجيا والتطور، أم سيبقى راكدا خصوصا بعد هذه الأزمة؟ ليس هنالك ما يمنع ذلك إلا الإرادة. يعني فعلا، نحن أريد أن أبشرك بأننا قررنا أن نكسر الحصار على صناعة الكمبيوترز في هذه المنطقة العربية، وأنشأنا أول مصنع لإنتاج الكمبيوتر بأعلى المواصفات وبأفضل سعر منافس، بما أثبتناه من خلال المناقصات التي فزنا بها من منظمات دولية تشتري الكمبيوتر والحكومية. من خلال المناقصة أصبحنا أثبتنا أننا نستطيع لأول مرة في المنطقة العربية أن نصنع
صنعا كاملا، نصمم ننتج ونبيع أجهزة الكمبيوتر التي هي أداة المعرفة للمستقبل. في المستقبل ليس هنالك إنسان، طفل، شاب، امرأة إلى آخره، لا يستطيع أن يعيش بدون جهاز الاتصالات، إما حامل معه التليفون الذكي أو جهاز التابلت أو جهاز اللابتوب. هذه أداة العلم بالمستقبل، وهذه الأداة نحن الآن نتيحها ابتداء من هذا العام بصناعة عربية لن يستطيع أحد أن يمنع دخولها علينا أو يعلن مقاطعة لعدم وصولنا إليها ولا لتقنيتها، لأننا نحن الآن ننتجها بتقنياتنا بموادنا وببلدنا وبتمويلنا. هذا واحد جانب مهم. نضف إلى ذلك يا سيدي أننا في التعليم نقول ندرك ونعرف أن المستقبل هو للتعليم عن بعد، كما هو أيضا للتجارة عن بعد وللحكومة عن بعد. الحكومة الإلكترونية، الاقتصاد الإلكتروني، التعليم الإلكتروني هو المستقبل. ولذلك في ظل أزمة الكورونا لم يتأثر نشاطنا إطلاقا، عملنا استمر لأننا شركة، أنا أتكلم عن طلال أبو غزال العالمية، عملنا استمر كالماضي لأننا تابعناه رقميا، لأننا مؤسسة رقمية وتعاملنا مع العالم أصلا كان رقميا وإلكترونيا. فبالتالي أنا أؤمن بأن هذه الأمة ستتطور في تعليمها، وأنا أفخر بأنني ترأست أول مؤتمر حول التعليم وتغييره عام 1995 في الأمم المتحدة في نيويورك، حيث اجتمع المؤتمر الأول حول التعليم في الأمم المتحدة، وكنت أنا رئيسه بصفتي رئيس فريق تقنية المعلومات والاتصالات في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك اليوم ونحن نعمل لأن نكون متفوقين. إحنا ليش أبو غزالة الملكية الفكرية أكبر شركة في الدنيا؟ لأننا استعملنا قدرة تقنية المعلومات والاتصالات للتفوق على منافسين. نحن لسنا بحاجة أمريكا ولا الصين ولا اليابان ولا بريطانيا ولا، ولكن نحن استخدمنا تقنيات لنمكن زبائننا ومتعاملين معنا في الدنيا ليعملوا معنا إلكترونيا، يوفروا الوقت، يوفروا التكلفة، يوفروا كل ما تؤمن نقلية المعلومات والاتصالات، ما يسمى enabling power، هو المسهل والميسر والقوة لكل عمل في الدنيا. أنا أشكرك على هذا اللقاء الكريم، أسعدتني به، أشكرك على أسئلتك البناء. شكرا دكتور، بصراحة هذا لقاء أصبح لقاء تفاؤل وبشرى للعالم العربي بصفة عامة وللعالم بصراحة، وهنيئا لنا للمنطقة العربية والعرب بصفة عامة على هذا المشروع الكبير الذي قمتم بإنجازه، خصوصا أن القدرة على صنع كمبيوتر من الألف إلى الياء كما يقال، هذا فخر لنا جميعا. إذن دكتور، يعني يمكن أن نقول بأن التعليم أصبح ضرورة حتمية في المستقبل بالنسبة للدول العربية، يعني الدول التي لا تكرس التعليم عن بعد فهي قد تكون في الدول المتأخرة. هل هذا وارد بعد كورونا؟ ليس هنالك بديل، ليس هنالك بديل للتحول. الآن إن أدرس، من يريد أن يدرس مستقبل التعليم أرجو أن لا ينظر إلى أمريكا ولا بريطانيا ولا الصين، أن ينظر إلى الدول الإسكندنافية. الدول الإسكندنافية وفنلندا تحديدا تقود عملية التغيير في العالم. السويد أعلنت أنه ابتداء من عام القادم ستقدم برنامج مجاني للحصول على الشهادات الأكاديمية أونلاين لكل إنسان في الدنيا. كيف بدك نفسه أنت كمدرس جامعة؟ هذا بقدر أنا بدل ما أسافر، والآن في حصول على الفيز أصبح مستحيل أو صعب.
قرار بكثير من الدول عدم اعطاء فيز لدول بكاملها، ايضا تكلفه السفر، تكلفه الاقامه الى اخره، عندما تستطيع ان تحقق هذا خلال التعلم الرقمي. التعلم الرقمي هو الحل، جامعاتنا كلها تخسر، واسم اخر جامعتي انا اللي تخرجت منها، الجامعه الامريكيه في بيروت، في ازمه عظيمه، واضطر وعليها الان قضاء ومشاكل وبحث بانها اضطرت ان تسرح 800 موظف ضربه واحده، 800 موظف في جامعه واحده. ليش؟ احلى كامبس في الدنيا موجود في الجامعه الامريكيه، وانا تخرجت فيه وتعلمت، ولكن لم اتعلم في الكامبس، كنت في الكامبس اتحاور مع الطلاب والزملاء والاصدقاء والى اخره، سوشيالايزنج. انما الانسان الان الانسان المعرفي، انا بقول لهم بالجامعات عندما ازورهم، فرجوني طالب في هذا نسميه حرم، ونحن الوحيدين في الدنيا اللي بنسمي الكامبس حرم، كانه شيء مقدس وفي حدود وممنوع الدخول والى اخره. انا رحت القي محاضره في جامعه هارفارد، ما عرفتش من وين مدخلها، هي بنايات على الشارع مفتوحه لاي انسان يمر ويدخل، فيش مدخل، وفيش مدخل اسمه مدخل جامعه هارفارد، في شارع وفيه على جانبه بنايات بما فيها بنايات ام اي تي، جامعه ام اي تي. ما في حرم، الحرم بعض الشوارع والطرقات اللي بينهم. نصرف في بعض جامعاتنا نصف موازنة الجامعة على العقار. ما في شك، ودراسة أمريكية تقول أنه في عام 2030 80% من جامعات أمريكا لن يكون فيها تعليم بالصف، تعليم تقليدي، أي حضور الدراسة. موضوع الجدل بأنه هذا مفيد ولا مش مفيد بالأخير، هذا موضوع آخر، ولكنه جدل يعني بظني. إحنا هذا هو المستقبل، تريد أن تكون جزء مستقبل أو تبقى من الماضي، حر أنت، ولكن والله أحسن أو مش أحسن، وهذا ليس فيه علاقة اتصال مع الأستاذ. مين اللي قال في الاتصال؟ هلأ أنا وياك عم نتصل، شو الفرق بين أني أقعد أنا وياك في قاعة وأنا أحاورك الآن وأتعلم منك وتتعلم مني؟ فإذا هذا الموضوع منتهي، ويعني يجب أن ندرك أنه هو قدر. نعم دكتور، في نفس الاتجاه نجد بأن كورونا أظهرت عيوب الدول، ليس فقط المتأخرة بل حتى الدول العظمى، عانت من أزمة التعليم عن بعد، يعني لم يستطيعوا مواكبة التدريس عن بعد، حتى في أمريكا ودول أوروبية توقفوا عن الدراسة. فهل ترى بأن هذه فرصة للدول العربية في أن تكون السباقة وتذهب في هذا الاتجاه؟ ليست فرصة، هي قدر أكثر من فرصة. لا تستطيع دولة أن تتجاهل أن التعلم عن بعد والعمل عن بعد والعمل والعلاقة الحكومية عن بعد. أنا أركب سيارتي راح أقدم طلب لمعاملة في وزارة كذا، ويقول لي ارجع لي بعد أسبوعين، وأرجع بعد أسبوعين يقول لي روح على الصندوق ادفع فلوس، وأنا أستطيع إقامة. أنا دخلت، يعني أحب أن أقول لك أني مطمئن، دول الخليج، أنا رحت على المملكة العربية السعودية في إحدى زياراتي، وعلى عمان دخلت ولم أكلم أحد، وضعت الباسبور على الجهاز، قرأ هذا، فتحت لم أقابل مسؤول، لم أقابل مسؤول جوازات ولا مسؤول جمارك. يعني الآن هذا العالم هو متجه لهذا الاتجاه، أردنا عظيم، ما أردنا سوء حظنا. نعم، إذن دكتور في هذا المنوال يعني نصيحة للشباب وكذلك الوزراء في التعليم والله أنا محتاج نصيحة. أنا مشكلتي هو في أمثال الجماعة الختيارية، الشباب يدركون ما أقوله أكثر مني، والشباب هم دخلوا، أنا بسمونا نحن في ديجيتال إيميجرانس، أنا لاجئ معرفة، لأنه جاءت المعرفة بعد أن ولدت. أما أبنائنا فهم المواطنون الرقميون، ديجيتال سيتيزن، هم الديجيتال سيتيزن الذي في حضن أمه يمسك كاس الحليب، وأنا صورة معلقة عندي في المكتب،
وباليد الأخرى الجهاز ساحبه من أمه أو من أخوه أو من أخته، عم بيرضع الحليب وبيلعب بالجهاز. هذا الطفل ولد معرفيا، مش محتاج. مشكلتي أنا في المعلم، ويعذروني أساتذتي، قف المعلم يوفيه التأجيل. أنا أريد المعلم أن يتحول من ملقن إلى ملهم، إلى أن يساعد هذا الطفل كيف يكتشف قدراته ويبدأ فيها. أنا طولت شكرا. عليكم سيدي، وأنا سعيد بالعكس بالعكس، بهذا اللقاء. يعني هذا لقاء عظيم وكبير جدا، ويعني قمت بإجابة على تقريبا كل تساؤلات الواردة من بالشرف، المتابعين والجمهور. يعني أكرمتوني ختام، بهذا اللقاء، الشرف لنا دكتور. وتحياتي إلى القيادة المغربية وإلى الشعب المغربي العزيز الحبيب. إذا قبل أن نختم، يعني سؤال أخير دكتور، وهو يعني نصيحتكم باعتبار يعني هناك تفاؤل ما بعد كورونا، ما هي النصيحة التي تودون أن تقدموها للدول العربية، زعماء وقادة الدول العربية، من أجل النهوض باقتصادها وتطوير سياستها مع الدول الأجنبية الأخرى؟ هذا بما أن الوقت معانا انتهى، هذا الموضوع الذي سأتكلم فيه غدا في لقائي مع جامعة الدول العربية. سنحضر إن فأنا شاء الله هذا اللقاء. بدي أن تسمعوني، لأنه هذا هو محور الحديث، وهو يحتاج إلى وقت طويل. شكرا دكتور، سنكون من الحضور متتبعين غدا إن شاء الله على صفحتكم الرسمية طلال أبو مجموعة طلال أبو غزالة. شكرا دكتور، إلى هنا يعني ينتهي لقاؤنا مع الدكتور الخبير الاقتصادي العالمي طلال أبو شرفتني. غزالة، وكان شرف لنا أن نستضيفك اليوم من المغرب، وألف سلام وتحية لك من المغرب، ونتمنى لك طول العمر ومزيد من العطاء من أجل الرقي بالمجتمع العربي. شكرا لكم دكتور. شرف كبير لقائي معكم اليوم. شكرا دكتور، إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسنت، شكرا لك.